اسمع بي يا روح، فكر من حالك، مش هتجيب جنبي، هيجيلك القراية كلها ورا بعض. بقول لك احنا بنبدأ وختمنا نقل الجهاز بعد القراية الرابعة. خلاص أول قراية خلاص اسمها إيه؟ باك سايد. والرابعة تبقى اسمها إيه؟ فور سايد. فور سايد. والخمسة تبقى باك سايد. وآخر نقطة فور سايد. وبعد دول زي المتوسطات. ماشي يا جماعة؟ يعني مش لازم تجيبها بشكل جدي. تجيبها بشكل مجموعة من القراءات. طيب. دي أول طريقة للحل اللي هي طريقة منسوب سطح الميزان أو لايت انسترومنت. دكتور معلش الحتة بتاعت القراءة التاني. الحتة بتاعت القراءة التاني اللي هتكسر القراءة. لما يجي القراءة بشكل سطر. خلاص أنا هديتهم لك هم نفس الحتة دول بشكل سطر. علما بأنه قد تم نقل الجهاز بعد القراية الرابعة. خلاص أنا عارف أول قراية خلاص اسمها باك سايد. يبقى الرابعة هي فور سايد. والخمسة اللي بعديها باك سايد تاني. وآخر قراية فور سايد. وما دون ذلك متوسطات. في مشكلة يا جماعة؟ طيب ناخد القراية الطريقة التانية للحل وهي طريقة الارتفاع والانخفاض. فول خمسة أربعة وخمسين. نطرح من هنا 260.
ايه احسان مئة واربعة مئة وتسعين اطرح مئة واربعة عشر مئة وثلاثة مئة وثمانين اطرح مئة وخمسين ارفع عليها خمسة وثمانين نفس نفس النتائج يعني ما غيرناش غير الطريق تمام عيب الطريقه دي بقى عن الطريقه الثانيه لو حررنا اتلخبطت فهي رقم في النص مثلا كلها تكون معاك غلط غير الثانيه لو اتلخبطت في حاجه في الانترميديت تبقى هي اللي بس دي النقطه دي بس اللي فيها غلط ما تكررش معاك لاخر المساله هي دي الطريقه دي اسهل وطبعاً أسهل بس فيها عيب لو أي غلط في النص حضرتك يكون هو عارف المسألة خالص برضه هنعمل تحقيق حسابي هو هو اللي هو سيجما فورسايت بلس سيجما بلس الباك سايت بيساوي منسوب أول نقطة بلس منسوب آخر نقطة ده متحقق هنا هيزيد علينا حاجة بقى بيساوي سيجما الفول ناقص سيجما بيس هيسيب في تاريخ حسابي حاجه كمان سيجما فول ناقص سيجما بيس يبقى واحد ثلاثه واثنين خمسه 12 13 وخمسه 18 2 يبقى سيجما فول دي 85 يبقى برضه سيجما فول ناقص سيجما ريس بتساوي برضه هي الاتنين متر. تمام؟ في حاجة صعبة يا جماعة؟ يبقى كده المفروض لو خدنا ميزان تركيب جهاز الميزان القامة شكل القامة ازاي اخد علاج على القامة ازاي الميزانية بتتعمل وازاي اروح الميزانية بطريقة ارتفاع وانخفاض وما منسوب سطح الميزان. يعني مش مفهوم يا جماعة؟ يعني على فكرة كده برضو أنا بكثف له. يعني خلي بالك هي ساعة إلا ربع بس مكثفة يعني المفروض تاخد فوق أنا كده اتخذت في المحاضرة النهاردة ده أنا بديه في محاضرتين. بضحك عليك يعني. ماشي. أنا مايك